تحتفظ ذاكرة الثورة التحريرية ببطلات ضحين بالنفس والنفيس لإنجاح الثورة وبنماذج خالدة في الوفاء والصبر والتضحية، وفي مقدمة ذلك سخاء النساء في دعم الثورة بقوافل المجاهدات والشهداء، وهي النماذج التي أعطت أروع الأمثلة في التضحية في مختلف ربوع الوطن، ما جعل التاريخ يخلد وفاءهن للثورة قولا وعملا، على غرار جميلة بوحيرد والشهيدة مريم سعدان وغيرهم الكثير بقصص تضحية صدقني ستبكي عند سماعها في هذا الفيديو. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. حسيبة بن بوعلي نشأت في عائلة ميسورة الحال، زاولت تعليمها الابتدائي بمسقط رأسها، وبعد انتقال عائلتها إلى العاصمة 1948 واصلت تعليمها هناك، وامتازت بذكائها الحاد، ومن خلال رحلاتها داخل الوطن ضمن صفوف الكشافة الجزائرية، اطلعت على أوضاع الشعب السيئة، انضمت إلى صفوف الثورة التحريرية وهي في سن 17، ولكن نشاطها الفعال برز 1956 حين أصبحت عنصرا نشيطا في فوج الفدائيين المكلفين بصنع ونقل القنابل، واستغلت وظيفتها بمستشفى مصطفى باشا للحصول على مواد كيميائية تساعد في صنع المتفجرات، وكان لها رفقة زملائها دور كبير في إشعال فتيل معركة الجزائر، خاصة بعد التحاقها نهائيا بالمجاهدين بحي القصبة ومغادرتها البيت العائلي نهائيا في أكتوبر 1959 بعد اكتشاف أمرها. واصلت نضالها بتفان إلى أن تم التعرف على مكان اختفائها من طرف قوات العدو التي حاصرت المكان، وأمام رفض حسيبة وزملائها تسليم أنفسهم قام الجيش بنصف المبنى بمن فيه، وذلك 1957 وهي في عمر 19 سنة فقط، فقد كانت هي مع زملائها رمزا للتضحية بالغالي والنفيس من أجل حرية الوطن وللحفاظ على الأمن والأمان في البلاد. رحمك الله يا عصفورة الجنة. الشهيدة مليكة قايد تعتبر إحدى الجزائريات الشجعان التي جمعت بين مهنة التمريض والكفاح المسلح. ولدت في أحد أحياء العاصمة وبالضبط في حي بلكور 1933. زاولت دراستها بالمدرسة الابتدائية، كما تحصلت على شهادة في التمريض 1953. 1955 تلقت اتصالا من طرف العقيد عميروش وطلب منها الالتحاق بجنود جبهة التحرير فلبت النداء، كما حضرت مؤتمر الصمام في 20 أوت 1956. استعانت بها الثورة الجزائرية لعلاج الجرحى الثوار، وكانت تمثل المرأة الثائرة نهارا رفقة المجاهدين، والممرضة الساهرة ليلا إلى جنب إخوانها المجاهدين المجروحين في ساحات المعارك. كانت الشهيدة من أهم عناصر الثورة الجزائرية، وكان لها دور كبير في تنظيم المظاهرات وتعليم المجاهدين، وعملت في الحرب كطبيبة. كانت من أهم النساء في تسيير الخطط ورسمها وتنفيذها ونقل الأخبار، وقد كانت مكلفة بصناعة القنابل، وأصبحت مطلوبة رقم واحد من طرف قوات العدو، واشتهرت في تفجيرات 5 ديسمبر بحي القصبة العتيقة، إلى أن اكتشف أمرها 1957. 1958 وبولاية البويرة، حين كانت تعالج بعض المرضى اكتشف أمر بعض المجاهدين، حيث قام جيش العدو برمي قنبلة في المنزل الذي كانت فيه مليكة قايد، فاستشهدت هي والمجاهدون الذين كانوا معها، حاملة العلم الجزائري والسلاح في يدها، وهذا بعد معركة دامية شارك فيها الجنرال السفاح بيجار رفقة ما يقارب 3000 جندي فرنسي، لكنها لم تستسلم إلى آخر نفس لتسقط في ساحة الشرف بالجبال بعدما أفرغ العدو الرصاصات في صدرها وهي لم تتجاوز 23 سنة. رحمها الله. مريم بوعتورة وتلقب لقبت بعذراء الأوراس وشهيدة من شهداء ثورة التحرير الجزائرية. ولدت 1938 في ولاية باتنا شرق الجزائر. اشتغلت ممرضة في أحد مستشفيات سطيف قبل أن تنضم إلى الثوار مسعفة وممرضة. عرفت بطيبتها ووطنيتها لما اكتشف العدو مكان تواجدهم حاصرهم بالمدافع وأسقط عليهم 10 الروكات، فأصيبت مريم بوعتورة بجروح بليغة سقطت على إثرها شهيدة رفقة حملاوي وأسر 2 من المجاهدين في هذه المعركة. رحمها الله. وريدة مداد ولدت الشهيدة وريدة مداد 1938.
أتمت دراستها الابتدائية ونالت شهادتها الابتدائية باللغة الوطنية في مدرسة الصباح الإسلامية بالجزائر، وفي سنة 57 دخل إلى منزل أسرتها الشهيد ذبيح الشريف برفقة مجاهدين آخرين، فطلبت منهم السماح لها بالعمل معهم في صفوف جبهة التحرير الوطني. بعد 4 أيام من هذا اللقاء التحقت بالجبهة، حيث عملت فدائية في العاصمة فأرعبت الجنود الفرنسيين. فبعد إلقاء القبض عليها نقلت إلى مركز التعذيب لمدرسة ساروي التي كانت من قبل مدرسة فرنسية، وشرعوا في تعذيبها حتى تدلي باعترافاتها بخصوص الثورة، إلا أنها لم تنطق بحرف واحد وبقيت صامدة إلى أن يئسوا منها. ورموا بها من نافذة القاعة، ولأن وريدة مداد التي كان في ذلك الوقت لا تتجاوز 16 سنة صمدت أمام كل أنواع التعذيب التي تعرضت لها، قامت عناصر من الجيش الفرنسي بقذفها من نافذة من الطابق الثاني على 11 ليلا بأمر من مسؤولهم موريس سميث ألياس، حتى يقال إنها انتحرت. وإنهم لم يقتلوها، رفضت أن تسلم جثة وريدة مداد لعائلتها حتى تقوم بدفنها، وقاموا بدفنها في القطار حتى يخفوا آثار التعذيب الذي تعرضت له الشهيدة. رحمك الله يا شهيدة الوطن الغالي. زبيدة ويلد قابلية، أول جامعية تسقط في ميدان الشرف، أحد أيقونات النضال الجزائري لاسترجاع السيادة الوطنية، الشهيدة زبيدة ويلد قابلية المدعوة صليحة، من مواليد سنة 34، من عائلة ثورية تشبع أفرادها بالعلم والنضال السياسي في سبل القضية الوطنية، انتقلت إلى الجزائر عائدة لمسقط رأسها لتزاول دراستها، إلى أن نالت شهادة البكالوريا شعبة العلوم، ما سمح بدخولها كلية الطب بجامعة الجزائر لدراسة تخصص طب أسنان آنذاك. التحقت أواخر سنة 56 بالجناح الطبي لقيادة الثورة التي كانت في بداية الكفاح المسلح، وظهرت حاجتها لتشكيل فرقة مكلفة بالتمريض وإسعاف جنود جيش التحرير الوطني، حيث لم يقتصر نشاط زبيدة على التمريض والعلاج ونقل المؤونة والأدوية، بل تعدى ذلك إلى المشاركة في اشتباكات مع العدو، نقل الأسلحة وزرع القنابل. فكانت أولى اختبارات قيادة جيش التحرير لبسالة الشهيدة زرع قنبلة في ملعب بولوغين بالعاصمة بمساعدة إحدى رفيقاتها في الجهاد. هناك اكتشف أمرها العدو من طرف الشرطة الاستعمارية لتبدأ زبيدة ولد قابلية رحلة مسار آخر من الكفاح المسلح، بعد أن وجدت نفسها مجبرة على العودة إلى مسقط رأسها بمعسكر، أين أثبتت مرة أخرى بسالتها وشجاعتها وقدرتها في الإقناع على التعبئة والتجنيد ضد المستعمر الفرنسي. استشهدت رحمها الله سنة 58. فضيلا سعدان، هي مناضلة وطنية جزائرية شقيقة الشهيدة مريم سعدان في الأسبوع الثاني من سنة 1960، ونتيجة لوشاية تمكن العدو من تحديد أماكن بعض الفدائيين والقضاء على المجموعة الأولى في باب القنطرة، بعدها احتل الكوماندوز المكون من 4 أشخاص منزلا يقع في المبنى رقم 4 شارع في منطقة الرصيف الشعبية، الحي اليهودي بقسنطينة، أحد أقدم الأحياء في المدينة. فاجأهم الجيش الفرنسي في هذا المبنى والذي كان قد حاصر مخبأه. عندما شعرت المجموعة بأنهم محاصرون انقسموا إلى 2 من الأزواج، تمكنوا من المرور عبر سقف المبنى رقم 4 إلى المنزل المجاور الذي يحمل رقم 2 مكرر في شارع القديم السابق. صعدت فضيلة سعدان إلى السطح أولا رافضة الاستسلام، وشاركت في قتال مع الجنود الفرنسيين. خلال هذه المواجهة الأخيرة مع الجيش الاستعماري نسف المنزل الذي كانوا فيه لتسقط فضيلة سعدان وهي في سن 22 سنة فقط.